ما أصعب الانتظار على الصغار وحتى الكبار، فكيف إذا كان لقاء عشاق؟ أعلم أنك كنت متلهفاً بكل اشتياق لملامسة الذهب ليلة انتصارك على الراقي، على أرضك وبين محبيك، ولكن لا أجمل من العناق بعد طول انتظار في ليلة للتاريخ، للذهب، للسجلات الشرفية. الفتح مساء الغد سيتوج رسمياً بلقب دور زين السعودي للمحترفين لموسم 2013. ليلة ليست ككل الليالي، في ليلة عمر، ليلة لو ما في ليلة عمري أبيه الليلة، وسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر، في ليلة عمر، ليلة لو ما في ليلة عمري أبيه الليلة، وسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر، في ليلة عمر، ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة، وأسهر مع بطل الدوري، وذي ليلة عمر. لا أتخيل كيف سيغمض لاعبون نموذجي أعينهم هذا المساء، فمهما حاولوا النوم إلا أن شريط الذكريات سيمر أمامهم، عقبات اجتازوها وصعاب تخطوها ومنصات سيعتلونها. أجزم أن كل واحد منهم سيستيقظ باكرا صباح الغد ليرسم خيالات جميلة لأحلى صور اللقاء، وها قد جاء الموعد. وش كثر انت جميلة، يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انا احب، انا احب. افرحي يا دار والبسي ثوب الفرح يلحس وعيدي، الليلة ابرك مساء وابرك ليال، جيجي وكاس البطولة في يدي. بدر الفايز، أنا أحب كور، أحلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم، يلي أيامي بدونك ما همن العمر، ما همن العمر. أبو إبراهيم، لا التتويج الفتح كان من الأفضل أنه يتوج هذا النادي يوم مباراة الأهلي، ولا ينتظر لين الليلة؟ والله موضوع التتويج ذكرتني، تعرف لما فاز النادي أظن الهلال قبل 3 أسابيع من هذا، وتم تتويجه في قبلها بأسبوعين، أظن قبل نهاية أسبوعين، ففي البعض ضاج على انه كيف وهذا وما انتهى الدوري، يعني كيف، وضجوا على لماذا وما ادري ايش، كيف تكرموه بدون ما انتهى الدوري لسه، لابد تكملوا الدوري. وطبعا الهلاليين كانوا عشانهم فايزين، انعكست الآية في بطولة اظن لناشئين النصر العام او قبل العام، وفاز النصر اللي كانوا معيين انه قبل نهايه الدوري نفس الشيء، لانه كان مباراته الاخيره خارج ارض النصر الناشئين، اظن الناشئين اول، فاللي كانوا زعلانين على الهلال بدوا يقولوا لماذا لا يتم تكريمه قبل النهايه، على المزاج يعني مثلا. الهلاليين اللي كانوا مقتنعين مع الهلال اصبح يقولوا لا بالعكس، العدل انه ما هذا الا بنهايه الدوري. فطالما لا يوجد لديك نظام مرجع لك، يعني فهمت، انت لو جيت وكتبت قبل البطوله انه والله من موادك، من المواد المكتوبه انه في حال
في حال استطاع أي فريق تحقيق البطولة قبل نهاية الدوري في أول مباراة على أرضه وإن لم ينتهي الدوري يتم إيش؟ يتم تتويجه. هنا أنت عندك مرجع. الآن لما أجي أنا وياك ما نقدر نختلف، ليه؟ لأنه في لنا مرجع اللي هي حطوا مادة قبل ما يبدأ كل شيء. لكن لما ما يبدأ ما في مادة تحدد لك، هنا وش اللي يصير؟ هنا تدخل انتهازية الإنسان. دائما عندما لا تنظم الفرد لا تسأله لماذا توحش، ليه؟ لأنه كل واحد بيدور مصلحته، وبالتالي هنا المرجعية حقتنا وش مصلحتي تصير. فأنا مثلا لو نصراوي أقول لك لا والله يكرم قبل ما ينتهي، الهلالي حيقول شيء نفس الشيء، الاتحادي الأهلاوي كل واحد حيحقق مصلحته. أنا زعلان مثلا من الاتحاد أقول لا والله لا تكرموا، بأي حق تكرموا؟ ما في مرجع. بينما هذه من زمان حقيقة، أنا من يعني أذكر من 2009 أو 2010 يوم الطاقوا على المسألة هذه واقترحنا عليهم يا ناس حطوا مرجع. دائما لما تحط مرجع قبل الدوري هنا أنت تمنع التصادمات هذه كلها. ليش؟ لأنه يقول لك في نظام. صحيح. لما ما يكون في نظام في مزاج، هذا باختصار شديد، وهنا يصبح الأقوى هو من ينتصر. مثل ما قال أبو إبراهيم مسألة لوائح،